انا عايزه اسال سؤال، هل الام لو تعرضت لعصبيه او يعني تاثيرات في المزاج، مود سوينجز اللي بتحصل، هل ده ممكن ياثر على جنينها فبالتالي يطلع عنده تشتت او عنده ADHD او الحاجات دي؟ لا هو بيأثر على حاجة تبقى بنسميها طفرة سلوكية. يعني لو كان الأم كانت عصبية جدا، الكورتيزون هرمون ده بتاع خاص بالعصبية والنرفزة بينتقل عبر المشيمة للبيبي، فبتلاقي في طفرة سلوكية ابني يعني بيبان عند آخر سنة، السنة الأولى في آخرها بيبدأ عصبي بشكل في التأخر النفس أو عنده مشاكل في النفس، يعني بيجيله نوبات غضب مختلفة عن الناس، اللي هو بيبدأ بيحصل له توقف في النفس وقتي، وممكن يبدأ بعدها يفقد الوعي. دي الطفرة السلوكية. قد يكون في ناس بعض الأطفال اللي فاقدين ليه جزء كبير من الحديد ممكن يحصل لهم كده، بس الجزء الأكتر إن هي بتبقى طفرة سلوكية عشان الأم بتكون عصبية فتنتقل للولد، بس ممكن تتعالج طبعا، بس هي بتكون مختلفة إن هو عصبي بشكل قوي. ومن الأب ما ممكن يقول لك الولد عصبي زي باباه ممكن، بس دي بتكون يعني وراثة. بتكون اكتر منه فكره التقليد. يعني شخصيات والت ديزني، في كان متفرج على شخصيه ازاي ممكن يبتز الاب والام بنوبات غضب وبيخبط راسه في الارض، والاب والام بيرعوه فبيجيب له الحاجه اللي هو كان بيحبها، فده مكتسب اكتر منه من السوشيال ميديا ومن نوعيه الفيديوهات اللي بيتفرجوا عليه، بس اكتر منه بتكون من ناحيه الام او مكتسب كنوع من انواع لفت الانتباه. يعني الاطباء الالمان عملوا حاجه اسمها ديناميكيه البكاء. الاطفال دايما لما بيغمضوا عينهم وهم بيعيطوا، قال لك حاسس بالخوف او حاسس باي وجع، اللي مفتح عينه عايز يبدا يحس بالامان. فاحنا ده بيحصل عشان هو مش قادر يعبر عن نفسه، فاحنا بنتعامل في اخر السنه الاولى بشكل خاطئ معاه، اللي هو الزعيق او الصريخ، فبيبدا يبتزني او بنصاع لاوامره عشان يعيني ابني بيعيط، فيبدا يكرر غلطه ويعيط كمان عشان انا اتراجع في قراري، فيبدا يبتزني بتكرار هذا السلوك.